بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي تلفزيون مصر اليوم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة على العالم، معي أنا عمر حسنين. اليوم نتحدث عن جرائم بالجملة في الانتخابات التونسية 2019، وعن فضائح وأسرار تكشفها مسربة أسرار فيسبوك، هذا بالإضافة إلى وصول أفغانستان وشعبها إلى حافة الهاوية بسبب الأزمة الاقتصادية. محكمة المحاسبات في تونس أصدرت أحكام بالجملة بلغت 350 حكما بوجود جرائم انتخابية في الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس 2019. هذه الجرائم كان من أهمها تمويلات مشبوهة وإخفاء لحقائق أثناء الانتخابات وتأثيرات غير قانونية على الناخبين. كل هذه الجرائم كشفتها القاضية فضيلة القرقوري خلال تصريحات صحفية، وقالت أن هناك كثير من الحقائق يتم تداولها، هذا بالإضافة إلى أن هناك كثير من القضايا لا زالت قيد التحقيقات، ستصدر فيها أحكاما خلال الأيام المقبلة. فرانسيس هوجن مسربة أسرار فيسبوك واصلت شهادتها أمام الكونغرس الأمريكي وكشفت عن كثير من المفاجآت. قالت أن فيسبوك، هذه المنصة الكبيرة، أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، تأكد فريق فيسبوك وهي كانت واحدة من هذا الفريق أن المنصة يتم استخدامها للتجسس وأيضا لنشر الفتن ونشر الكراهية. وقالت أن فيسبوك تأكد من خلال إجراء تحقيقات أن الصين وإيران يتجسسان من خلال هذه الشبكة، والحقيقة ليس الصين وإيران فقط، لكن أمريكا نفسها تتجسس عبر فيسبوك. وقالت مسربة أسرار فيسبوك أنه تم استخدام هذه المنصة في تنفيذ مذابح مينمار والمذابح التي تجري في تجري في أثيوبيا. مزيد من الأسرار ستكشفها مسربة فيسبوك عبر استكمال التحقيقات أمام الكونغرس الأمريكي. 80 منزلا في ألمانيا تمت مداهمتها بمعرفة الشرطة الألمانية، وذلك بسبب وجود عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب واستخدام أموال من تجارة المخدرات والأعمال غير القانونية ودعم جبهة النصرة في سوريا ومنظمات إرهابية أخرى. هذا ما أعلنته الشرطة الألمانية، وقالت أن عمليات المداهمة تمت من أجل التوصل إلى الحقائق وإلى الإثباتات لارتكاب هذه الجرائم. في أفغانستان أدى تجميد أموال البنك المركزي بالخارج وعدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول بحكومة طالبان إلى تعرض الشعب الأفغاني الذي يبلغ قرابة 38 مليون نسمة إلى كوارث اقتصادية كبيرة. فهناك من تم تسريحه في العمالة، وهناك بعض المصانع وبعض الحرف أغلقت، وهناك مجاعة وكوارث إنسانية توشك أن تصيب كافة الشعب الأفغاني بسبب الأزمة الاقتصادية التي جرت أو التي تجري في أفغانستان الآن. أمريكا جمدت وصول البنك المركزي الأفغاني بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وسيطرة طالبان، وذلك حسب ما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتخوف من أن تنزلق طالبان إلى الإرهاب مرة أخرى، ولذلك جمدت هذه الأموال. المجتمع الدولي الآن عليه مسؤولية كبرى، وهو إنقاذ الشعب الأفغاني من هذه الكارثة الاقتصادية دون النظر إلى الحكومة التي تحكم أفغانستان. أخيرا، دمتم في خير وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.